ما ورد من أحاديث في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤقتة أو مقرونة بالفراغ من الحج أو كانت عامة، كل حديث ورد في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محددة بزمن أو مطلقة فإنها لا تصح، كما نبه على ذلك المحققون من أهل العلم.